ايمن حسن صالح، حاليا مديرة مدرسة صفت الشرقية رقم 1. كنت بدرس دراسات الاجتماعية لمريم ملاك ذكري، كانت من التلاميذ المتفوقين، وكانت لما بتنقص درجة في امتحان الشهر كنا كانت بتخلينا احنا نجيب لها الورقة بتاعة الامتحان وتراجعها بنفسها تشوف ايه الغلط اللي عندها، وكان في تنافس بينها شديد بينها وبين زمايلها في الفصل، فعشان كده مرة مسكناها نجلناها حطيناها في فصل تاني. وكنا لما نعوز تيجي موجهين او لجنه في فصل ضعيف كنا بناخد مريم بنقعدها وسط زميلها الضعفاء عشان تقوي مستوى الفصل، هي من التلاميذ المتفوقين واحنا بنطالب يعني انها تاخد حقها.